الحمد لله طبعا، يعني مبسوط ان انا معاكم النهارده، والحمد لله طبعا يعني ده مجهود لعيبه كلها، وببارك للعيبه وببارك للنادي الاهلي والجهاز الفني والاداره. الحمد لله قدرنا نحقق 3 بطولات، وان شاء الله اللي جاي اكتر. احنا مركزين دلوقتي ان شاء الله هنبدا الدوري، هناخدها خطوه خطوه ان شاء الله، نبدا بالسوبر الافريقي، بعد كده نحاول نحقق البطوله، وبعد كده السوبر المصري ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه. اول حاجه نبارك لهم الناس كل، نبارك الجماهير والمجلس الاداره واللاعبين واطار فني. ان شاء الله قدمنا موسم مهم بالنسبه لنا، احنا حققنا فيه ثلاثيه من بعد سنه 2006. ان شاء الله قدامنا ما زال عندنا زوز القاب، ان شاء الله سوبر الافريقي وسوبر المصري، ان شاء الله قادرين نحققهم باش نكملوا سنه 2020 على احسن حال ان شاء الله. انا اكيد محظوظ طبعا ان انا اكون موجود واكون كابتن النادي الاهلي وبرفع كاس اي بطوله في النادي، دي يكون واحد طبعا اي حد يكون موجود يكون محظوظ بالحاجه ديت، ويكون شرف طبعا ليه. طبعا اي حد يكون موجود يكون كابتن لنادي كبير، نادي القرن، نادي الاهلي، طبعا بيبقى عبء عليه وبتبقى مسؤوليه كبيره. طبعا الواحد يعني بيبقى ده كان حلم بالنسبه له ان هو يكون موجود، ان هو يكون قائد للنادي الاهلي، والحمد لله يعني ده توفيق من عند ربنا، والحمد لله ان انا اكون موجود برفع البطولات للنادي الاهلي.